فضيلة الشيخ أثابكم الله، هل تصح الصلاة خلف رجل يقول أن القرآن مخلوق وأن صاحب الكبيرة مخلد في النار إذا كان أمام في المسجد؟ يقول إيش؟ يقول أن القرآن مخلوق وأن صاحب الكبيرة مخلد في النار، هذا مذهب الأباضية. نعم، الجواب على هذا أن نقول كلما كانت الصلاة خلف إمام أتقل الله فهي أفضل، فإن كان خلف مبتدع نظرنا، إن كانت بدعته مكفرة فإن الصلاة خلفه لا تصح لأنه كافر، والكافر لا صلاة له ولا إمامة له. وإن كانت بدعته مفسقة فإن الأولى أن لا يصلي خلفه لما في ذلك من غروره بنفسه إذا رأى الناس يصلون خلفه واقترار الآخرين بصلاة هذا الرجل خلفه، لكن لا سيما إن كان هذا الرجل ممن يشار إليه فإنه لا يصلي خلف المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة لئلا يغر الناس بصلاته خلفه. نعم.